السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله نعملو وصفة طبق مميز جدا، هو بلاو باللحم الغنمي. هذا الطبق كتير مشهور هون في الإمارات، وصراحة يستاهل لأنه طبق كتير صحي. يعني اللي ما عندهم علم عن البلاو، هو عبارة عن صوص اللحم مطبوخة فيها الرز بطريقة كتير مميزة. الطريقة اللي راح نعطيها لكم إن شاء الله عمره الرز ما يعجن معكم، وتعطيكم طبق كتير يشهي وكتير مميز. تبعوني إن شاء الله لآخر الفيديو باش نشوفوا كل أسرار هذا في طريقة الطبق. تحضير البالاو، نقعت الرز مدة ساعتين في تقدري تنقعيه مدة ساعة واحدة، أنا نقعته مدة ساعتين في المية والكركم عشان يعطيني هذا اللون الأصفر. طريقة تحضير الصوص جد سهلة. أول شي نحطه بوت، خليوها تسخن، نحطه فيها الزيت، وبعدين نحطه ملعقة زبدة، الحب، ورق الغار، قرفة، جوز الطيب، الهيل، فلفل أسود، اليانسون، والقرنفل. حطوهم عشان يعطيونا الريحة. حطو البصل، حبة بصل كبيرة مقطعة قطع صغيرة، حركوا شوية، حطو الزنجبيل، قلبوهم هيك مع بعض. انا بصراحة ما نكترش الزيت عشان يكون الاكل شوية صحي، لانه بعدين في اللحم، يعني اللحم يعطينا الايدام المطلوب. حطين حبة طماطم كبيرة قطع قطع صغيرة ولا تبرشيها، ضيفوا كزبرة مقطع صغير. هلا نضيفوا اللحم الضاني هيك، هلا نضيفوا التوابل الباودر ولا البهارات الباودر. اول شي ملعقة صغيرة كاري، نصف ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة بابريكا ولا الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة كزبرة، نصف ملعقة صغيرة بهارات عربية مشكلة، وملعقة صغيرة ملح هيك. هلا نضيفوا مية تقريبا لتر ونصف بس تتغطى اللحم، نغرفه عليهم يجهز بسرعة هيك، ونخليوه تقريبا مدة 30 دقيقة. هلا المرقة نتاعنا جاهزة، نخليو فيها شوية مية، اللحم جاهز، ريحتها كتير طيبة. نجيبو الرز تاعنا اللي كنا نقعناه، صفيناه من الماء، نحطوه هون في الحلة هذا الشكل. ناخذ الصوص تاعنا المرق ونحطوه هيك بلحم وبكل شيء. هذه الطريقة، نفتحوا الغاز لما يغلي كل شيء مع بعض، لما يغلي كل شيء مع بعض نسكروا على الجزر مقطع هيك قطع صغيرة هيك طويلة، ونحطوه في هذه المرحلة. نجيبوا فراي بان، نحطو فيها ملعقة هيك صغيرة زبدة، ناخدو مجموعة هيك من المكسرات ونحطوها يتحمصوا مع الزبدة. هلا خلص، بس دقيقتين يتحمروا لنا هيك شكلهم،
جولدن ذهبي خلاص. سكرنا عنه، طولوا هيك شويه كزبره، بعدين حطوه في صحن تقديم. احنا طلع لنا يعني شكله والله كتير حلو، وكله كما قلت لكم شوفوا الرز، لازم لازم تتبعوا هذه الطريقه نتاعي. شوفوا الرز كيفاش يعني كل حبه بروحها، شوفوا كيف مفلفل، واللحم يعني جاهز، يعني جاهز هيك. شوفوا يعني هلا بحطه لكم في صحن التقديم. شوفوا ما شاء الله. شوفوا من تحت، من تحت زي من فوق، واللحم شوفوا الرز كل واحدة بروحها. شوفوا من تحت، شوفوا من تحت كيف، شوفوا الرز كيف من تحت. لازم تجربوا هاي الطريقة، يعني مش معقولة. لناخدوا اللوز والجوز تبعنا، هذا هو شكله النهائي. قدمته مع زبادي ولا لبنة، يعني مناسب جدا للأعياد والمناسبات، صحي كتير ما شاء الله. تقدروا تساوي